اللي هو اكزامبل 6.2 من الكتاب. واللي هو مثال على اني اطلع الزد ترانسفورم من اللابلاس ترانسفورم. يعني في عندي فانكشن موجود عندي اللابلاس ترانسفورم تبعها. اذا مع عنوان هذا هو فايندينج عندي لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم بالشكل التالي: f of s بتساوي 1 على s سكوير زائد 5s زائد 6. شو ممكن اعمل؟ بدي اطلع الزد ترانسفورم من هاي الفانكشن. هلا الطريقه، في طريقه طويله اللي هي رح نشوفها هون. شو بقدر ارجع هاي ال f of s؟ ارجع على f of t احسن. من f of t شو بعمل؟ باخذ ال f of z. يعني هي طريقه طويله بس هي احد الطرق الموجوده. يعني الاستراتيجيه تبعتنا انه اخذ من f of s اطلع f of t بالانفرس لابلاس ترانسفورم. ايش راح احتاج بهذا الانفرس لابلاس ترانسفورم؟ بارشل فراكشن اكسبانشن. بدي استعمل البارشل فراكشن اكسبانشن حتى اطلع الانفرس لابلاس ترانسفورم تبع هذا. وبعدين من ال f of t راح اعمل f of z. هذه طريقه من الطرق، مش الطريقه الوحيده، احد الطرق نعملها هون. اذا خلينا هلا نشوف. بدي اعمل بارشل فراكشن اكسبانشن على هاي. هاي كيف ممكن اعملها بارشل فراكشن اكسبانشن؟ نطلع عليها ونقول هذول هاي كم بول لها؟ 2 بولز. هل هم مرين؟ بي سكوير، بي سكوير 25 ماينس 4. هل هي اكبر من 4 في 6؟ 24 مضبوط. اذا هذا شو؟ السيستم. شو بنسمي هذا السيستم؟ اندر دامب ولا كريتيكال دامب ولا اوفر دامب؟ اوفر دامب، لانه عندي 2 3 بولز. لو اطلعنا على الاس دومين هذا راح يطلع له 2 بولز، الاثنين راح يكونوا نيجاتيف. هل هذا السيستم ستيبل؟ اذا خلينا ناخذ هلا هذا f of s هذا بيساوي، اذا بحلل هذول بالنظر بتحللهم زي ما بدك راح يطلع هم s plus 3 و s plus 2. مضبوط، اتاكد منها. s في s، s سكوير زائد 3s وزائد 2s بتصير زائد 5s و2 في 3 6. هذا راح يساوي عندي a على s plus 2 زائد d على s plus 3. ناخذ الريزيديو ميثود اذا بتحبوا. بنضرب البسط والمقام في هاي القيمه، فبصير عندي 1 يساوي هون لما بضرب هون بتصير عندي a مضروبه في s plus 3 زائد b مضروب في s plus 2. مضبوط، واضح الكل فاهم شو عملناه؟ اخذنا هاي القيمه ضربناها بالطرفين. لما ضربناها بهذا الطرف شو ضل عندي؟ 1. هاي عبارة عن s plus 2 في s plus 3، لما ضربناها بهاي القيمة شو لغت؟ لغت ال s plus 2 مع ال s plus 2، شو ضل عندي 4؟ s plus 3. ولما أخذتها ضربتها في هذا الطرف لغى ال s plus 3 مع ال s plus 3، شو ضل عندي 4؟ s plus 2. شو أسرع طريقة الآن أعوض وأطلع قيم a و b؟ بحط s أول شيء minus 3، إذا setting s بتساوي ناقص 3، هاي كلها بتصير 0، بصير عندي ناقص 3 وزائد 2 بصير ناقص 1، 1 بيساوي ناقص b، اذا b بتساوي ناقص 1. بعوض بعدين s بتساوي ناقص 2، هذا بنسميه الريزيديو ميثود. محل s هون بحط ناقص 2 بيختفي هذا الترم، بصير عندي 3 زائد 2، عفوا 3 ناقص 2 بصير 1، اذا a بتساوي 1. إذا هذا ال f of s بتساوي 1 على s plus 2 زائد ناقص 1 على s plus 3. مين المور دوميننت بول؟ مين له أكثر؟ هذا البول أقوى من هذا البول وأثره على الريسبونس أكشن. ليش؟ أقرب للأوريجن. إذا صار عندي هلا هذا جاهز، بقدر الآن أطلع من هذا f. نتذكر نراجع اللابلاس ترانسفورم، قلنا الشيفت في الفريكونسي دومين بقابله e to the minus at في التايم دومين، مضبوط؟ إذا عندي هذا عبارة عن شكل 1 على s plus 2، شو راح يصير؟ e to the minus 2t ناقص هذا شكله زي هذا، هذا e to the minus 3t. هذا بيعمل ديكي أسرع مما بيعمل هذا الديكي.
فهذا اثره اشد على الريسبونس تبع السيستم لانه البول تبعه اقرب الى الاوريجين. طيب هي طلعنا هلا هون احنا اف اوف تي، شو بدنا نعمل الان؟ بدنا نطلع اف اوف زد من اف اوف تي. نراجع مره ثانيه تعريف الاف اوف زد يساوي السميشن من ان بتساوي 0 لانفينيتي عندي اف ام كابيتال تي زد تو ذا ماينس ام. هلا انا بقدر مباشره استعمل، احنا قبل شوي عملناها مش عملنا الاكسبوننشال متذكرين الزد زد ترانسبورت، قلنا اذا عندي فانكشن اي تو ذا ماينس سي تي ايش بتصير بالزد؟ بتصير زد على زد ماينس اي ماينس سي. فعندي بيصير هون هلا هاي اذا بدي اعملها اكسبانشن، اذا بدكم تعملوا اكسبانشن طويله بنقدر نعملها اكسبانشن طويله، راح تصير عندي اي تو ذا ماينس 2 تي راح يصير عندي اول ترم هو اصلا راح يطلع واحد زائد اي تو ذا ماينس 2 تي زد تو ذا ماينس 1 ناقص ماينس اي تو ذا ماينس 3 تي زد تو ذا ماينس 1 زائد اي تو ذا ماينس 4 تي زد تو ذا ماينس 2 ناقص اي تو ذا ماينس 6 كابيتال تي زد تو ذا ماينس 2 الى اخره. بعطوني هلا هول كل واحد من هدول بعطيني راح يعطيني تيرم، فراح يطلع معي تيرم اف او زد يساوي من التيرم الاول راح اخذ زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس 2 تي ناقص زد على زد اي تو ذا ماينس كابيتال تي. هون طبقنا ترانسفورميشن اللي موجوده. اذا بدك في الكتاب هو بسطهم بجمعهم، فاذا بجمع هاي زد اي تو ذا ماينس 2 تي زد اي تو ذا ماينس 3 تي، او خلينا نوسع لمكان احسن من هون، خليني اخذها هون. اذا ناخذ خلينا اكتبها اول شيء هون اف اوف زد يساوي زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس 2 تي ماينس زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس 3 تي. اذا بدي اجمعهم راح اخذ التيرمز التيرم مشترك للاثنين، راح يصير عندهم زد اي تو ذا ماينس 2 تي زد ماينس اي تو ذا ماينس 3 تي. راح اخذ هاي بقسمها على هون شو بتعطيني؟ زد ماينس اي تو ذا ماينس 3 تي مضروبه في زد زد ماينس اي تو ذا ماينس 3 تي ماينس هاي راح اقسمها هاي بتعطيني زد مضروبه في زد ماينس اي تو ذا ماينس 2 تي. مضروبه هون بصير عندي هون زد سكوير بعدين ماينس زد اي تو ذا ماينس 3 تي ماينس زد سكوير بلس اي زد اي تو ذا ماينس 2 تي. تحت عندي بصير زد سكوير ماينس زد مضروبة في اي تو ذا ماينس 2 تي بلس اي تو ذا ماينس 3 تي واخر شيء عندي ماينس ماينس بلس اي تو ذا ماينس 2 تي وماينس 3 تي بتصير ماينس 5. بسط اكثر من هيك خلص عندي هون زد وزد، يعني ممكن احطها بهذا الشكل زد e to the minus 2t minus e to the minus 3t. I think z squared minus z e to the minus 2t